تطبيق امتحان الأونلاين لمدارس التعليم المفتوح سيتم القيام به من خلال استخدام برنامج الامتحانات الذي تم إعداده من قبل المديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات. من أجل امتحان الأونلاين يستطيع طلاب التعليم المفتوح الثانوي الانضمام إلى تطبيق امتحان الأونلاين بالدخول إلى السيستم من خلال استخدام رقم الكيميل أو رقم الطالب والشفرة الخاصة بالطالب. ويستطيع طلاب التعليم المفتوح الإعدادي أورطاء كل الانضمام إلى تطبيق امتحان الأونلاين بالدخول إلى السيستم من خلال رقم الكيميل أو رقم الطالب والشفرة الخاصة بالطالب. يجب على طلاب التعليم المفتوح الثانوي أن يقوموا بالضغط على زر أونلاين سناف جريش، أي الدخول إلى امتحان الأونلاين من القائمة في الشاشة التي تظهر لهم. أما بالنسبة لطلاب التعليم المفتوح الإعدادي فيجب عليهم اختيار الزر إلكترونيك سناف. عند الدخول إلى سيستم الامتحان سيقوم الطالب بالموافقة على تعهد السرية الذي تم إعداده من قبل المديرية العامة للتقييم والقياس والخدمات الامتحانية. يستطيع الطلاب أن يبدأوا الامتحان من خلال اختيار المادة التي يريدونها من موادهم. بعد البدء بالامتحان من خلال الضغط على زر سناف باشلا سيظهر لنا المؤقت الزمني وزر كايدت في إلارلا، أي احفظ وتقدم. بعد اختيار إجابة السؤال يتم الانتقال إلى السؤال الذي يليه بالضغط على زر كايدت في إلارلا. سيكون تطبيق الامتحان على شكل اختبارات لكل مادة على حدة، وكل اختبار مكون من 20 سؤال. ستكون الأسئلة اختيار متعدد، لكل سؤال 4 خيارات، ومدة الامتحان 25 دقيقة. لا يمكن العودة إلى السؤال الذي تمت الإجابة عليه. عند الوصول إلى نهاية الامتحان سيظهر زر سناف بيتر، أي انتهاء الامتحان. في حال انتهت المدة الزمنية 25 دقيقة ولم يتم الطالب الامتحان حتى آخر سؤال، سيقوم السيستم بإنهاء الامتحان. بعد البدء بامتحان المادة المختارة لا يمكن الدخول إلى امتحان مادة أخرى قبل نهاية امتحان هذه المادة. الطالب الذي يختار مادة ويبدأ الامتحان بها يعتبر أنه دخل إلى الامتحان. أما الطلاب الذين لا ينضمون إلى الامتحان في التواريخ والساعات المحددة سيتم التعامل معهم على أنهم لم يدخلوا إلى الامتحان. الأجهزة التي يمكن للطلاب استخدامها في الامتحان: كمبيوتر مكتبي وكمبيوتر محمول لابتوب وتابلت أو جوال. والطلاب هم المسؤولون عن وضع الشحن للأجهزة وحالة الاتصال بالإنترنت. قبل الدخول إلى الامتحان يجب إغلاق كافة التطبيقات والنوافذ ما عدا النافذة التي يتم استخدامها من أجل الدخول للامتحان. في حال تم فتح برنامج آخر غير الامتحان سيتم إرسال رسالة تحذيرية للطالب، وفي حال لم يتم إغلاق هذا البرنامج المفتوح سيعتبر الامتحان ملغى. لا يمكن استخدام أي مصادر معلومات ورقية أو رقمية في الامتحان. أثناء الامتحان لن يتم أخذ أي صور تخص سيستم الامتحان ولن يتم حفظها أو مشاركتها. سيتم حفظ تطبيق امتحان الأونلاين من قبل السيستم، وسيتم أرشفة معطيات الامتحان في المنظومة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالوزارة. سيكون بالإمكان معرفة نتائج الامتحان من خلال نظام إدارة المعلومات لمدارس التعليم المفتوح. وزارة التربية، المديرية العامة، رئاسة دائرة التعليم المفتوح، يتمنون النجاح لجميع الطلاب في امتحانات الفصل الأول.